دعوه كبير لعوده الروح للملاعب مره اخرى. البدايه دائما مهمه جدا من اجل اكتساب الثقه ورفع المعنويات، واكيد ان الطرفين لا احد منهم يريد ان يخسر هذه المباراه، والعيون كلها على الفوز. الكرة قبل أن تستغل، الحكم يحتسب هذا الخطأ، هل سيكتفي بهذا القرار؟ واللاعب لا يتمنى بأن يتلقى كرت أصفر. يعترض الكرة في هذه اللحظات. مستمرة على المرمى في الدقائق الماضية، طبيعي بأن تسفر عن هدف، مجرية المباراة تجعلنا نتوقع هذا الهدف، ضغط كبير ومتواصل يجعل الفريق الخصم غير قادر على التركيز ويبقى التوازن. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تسديدة هنا والتسديد المميز الأمنية. كرة بتتشتت من خط الدفاع. تصويب رائع بكل روعة يقطع الطريق. ينجح في المرور في اللقطة الماضية. سددها. تسديدة خارج المرمى. تتغير وجهة السيطرة. فرصة كانت تتوفر خطورة لكن لم تسفر عن شيء. يتدخل وينجح في استعادة الكرة. متقدم استخلاص الكرة. تمريرات تجعل الكل ينتظر هذه المحاولة. ممكن يكون فيها خطورة.
توغل هجومي مع خيارات ممتازة ننتظر استغلالها. فرصة هنا هل تستغل؟ خطورة قائمة بعد هذا التصدي، خطأ في المنطقة، ركلة جزاء. أوهو، ضربة موجعة في هذه اللحظات، الحكم يطرد حارس المرمى. شاهد اللاعبين وعمليات الأحمر على الخط، ممكن أن يكون هناك تبديل في الدقائق القليلة القادمة. كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرة كيف ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية؟ هنري مقابل لا شيء، هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى. هنري السفير يجب استغلال هذه التمريرات وتهديد المرمى. هل يأتي الفارق في هذه اللحظات؟ لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. والكرة بتضيع من الفريق. راحت بانتظار قرار تأديبي من حكم. اعتراف ناجح لطريق الكرة. العديد اللي شاهدناه في شوط المباراة الأول، لكن المتعة بصراحة غابت لأن الندية غابت أيضا ولم تكن حاضرة. ونتمنى شوط المباراة الثاني بأن يكون مختلفا. ينجح في استعادة الاستحواذ لكن لم تكن خطيرة كما توقعنا. فرصة خطيرة الآن بيلعب للكرة في المرمى الخالي. مستحيل، مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف.
المرمى، تمريرة رائعة، وجد المرمى خالي تماما، يضع الكرة في الشباك. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح ان المباراة تنتهي. خطأ يحتسب تصدي ممتاز، تغيير في الاستحواذ، تدخل ناجح لاستعادة الكرة، كرة خطيرة، مستحيل مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد، متى سيتوقفون؟ في غياب المدافعين الحارس لقى نفسه وجه بوجه أمام اثنين من المهاجمين، لعبة جماعية رائعة جدا، الكرة كانت في الشباك. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. الفريق يختم مشروع هجمة، كرة بالخطأ، اعتراف ناجح لهذه اللقطة، كانت فرصة لتسجيل لكن فيها رايه، المدرب سيدفع بلاعب بديل في الدقائق المقبلة، تبديل لاعبين في هذه اللحظة، استقبال تحت الضغط، الله على الكنترول، شوف كيف يحافظ على كرته، كرة بتضيع، يضعها في المرمى، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة، بينية وكرة خطيرة، الخطورة تنتهي هنا، فرصة والمساحة موجودة، تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة، تغيير الآن في صفر، أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات، هجمة تبدو واحدة هنا، حارس بغطة يده يبعدها، الكرة في التماس في هذه اللحظات، اعتراف الكرة، تدخل هنا ويقطع الطريق، تصويبة لكن من مسافة تقدر تقول مستحيلة،
تسع دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. الكرة في المرمى. يا الله على قوة هجومية خيالية ضاربة. هجوم لا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف. شوف الهدف من جديد. شوف التايمينج. شوف اللعبة. شوف المهارة. من اللمسة الأولى مباشرة في الشباك. على طول بدون تفكير. أخيرا نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. جورج الآن ننتظر الكثير من هذه الهجمة. شوف التسلل بسبب التحرك المبكر في الانطلاقة. تدخل هنا ناجح ويستعيد الكرة. دقيقتين إذا كان بدا ضايع. الكرة تعود إلى الخصم. صدرت نهاية المباراة وفوز يتحقق للضيوف في لقاء اليوم. بداية فوز مهم في بداية المشوار يرفع من المعنويات ويعطي دفعة قوية للاستمرار. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة. كان الطرف الأفضل والمهم.